على مشارف القاهرة في الطريق الصحراوي المؤدي إلى قناة السويس بالقرب من مدينة بدر. ثمة منطقة صناعية كبيرة تخرج إلى النور مع انتقال صناعة الجلود من مناطق الدباغة القديمة في منطقة سور مجرى العيون إلى ورش حديثة بمدينة الروبيكي للجلود. وعلى مدار 150 عاماً من العمل في منطقة مصر القديمة فقدت المهنة القدرة على الاستمرار والمنافسة، وفقد سور مجرى العيون بريقه الأثري. يرجع موضوع نقل المدابغ من مصر القديمة إلى مدينة بدر لعام 1995 بقرار محافظ القاهرة آنذاك، وفي 2003 أعلن مجلس الوزراء التأكيد على نقل المدابغ من مصر القديمة إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر. لكن لم تصبح هذه القرارات حقيقية إلا في 2015. جاء إنشاء المدينة على ثلاث مراحل، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 1,000,000 جنيه بمساحة 160 فداناً وتضم 84 وحدة صناعية. أما المرحلة الثانية من المشروع فتقع على مساحة 116 فداناً، وهي مخصصة لإجراء توسعات للمرحلة الأولى وجذب الاستثمارات في مجال الصناعات المغذية لصناعة الجلود، وعلى رأسها الكيماويات. وتتولى الآن عدد من شركات المقاولات عملية ترفيق المرحلة بتكلفة تصل إلى 200,000,000 جنيه، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثالثة 235 فداناً وتختص بالصناعات النهائية للجلود التي يتم صناعتها في المدابغ مثل صناعة الأحذية والشنط والجواكيت. يأتي المجمع الجديد في إطار جهود توسعية كبيرة لقطاع تعتبره مصر واحداً من أكثر قطاعاتها تنافسية، ووضعت وزارة التجارة هدفاً رسمياً له يتمثل في الوصول بصادرات الجلود لأكثر من 1,000,000,000 دولار سنوياً في 2020، مقارنة مع نحو 200,000,000 دولار سنوياً في الوقت الحالي. هنكمل بناها.